على المجهود الجبار صراحة، مجهود جميل جدا ورائع، ويجعله إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته ويكون في تقدم إن شاء الله أفضل وأفضل المرات الجاية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. تاني حاجة برضو أبارك على مجموعة الكارديك تيم في بنها، وأعتقد في حالتين تم عملهم الأسبوع الماضي والحالتين طلعوا كويسين جدا، وإن شاء الله يعني هيبقى الحاجة أفضل في الأسابيع القادمة بإذن الله إن شاء الله. احنا اول مره اتكلمنا فيها على النورمال اناتومي، واعتقد قلنا ان الكورونري ارايزنج فروم كوروني ساينسز او الروت، ما فيش كورونري ارايزنج فروم اسندنج او ديسندنج الا لما يكون في كونجنتال انومالي. وخلصنا الاناتومي، عرفنا اللاد، وعرفنا السيركم فليكس، وعرفنا الدياجونال، وعرفنا الار سي اي، وعرفنا البي دي اي، وعرفنا اهميه كل ارتري هيفيدني في ايه، سواء في الكاث او هيفيدني في الكابج في الاوبريشن او هيفيدني في مجموعه الاي بي اس زي الميدل برانش، والحاجات دي كلها قدرنا نحصرها الحمد لله. هنيجي نبدا دلوقتي في الكونجنتال انوماليز. بالنسبه للكورونري هي حالات معدوده بس طبعا يعني مهمه جدا الكونجنتال انوماليز، في حاجه ان يعني اقدر هساعد القسطره او زميلها كارديولوجيست في الشغل بتاعهم في القسطره، هل هفيدهم ولا مش هفيدهم. احنا بنتكلم برضو دلوقتي زي ما اتفقنا نتكلم هاو تو رايت ذا ريبورت، او يعني ازاي اشتغل، مش هسمع موضوع او هديسكاس موضوع، لا انا عاوز اشتغل لان الحاجه سيمبل وسهله ان شاء الله. طيب الكونجنت الاميه هل لها فايده؟ يعني كارديك سي تي هل ليه فايده بيفيدني؟ اكيد طبعا بيفيدني. يعني انا لما اكتب له ان الليفت مين او الليفت سيركمفليكس واللاد ارايزنج فروم سيبريت اوريجين، لما هو في القسطره دي معلومه بالنسبه له هتبقى مفيده، بدل ما يقعد بقى يعمل براشنج ويشوف ويعمل وكده، دي هتفيدني ان انا هسهل له الامور. اول حاجه ادي هنا المنظر ده، احنا اتفقنا قلنا المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه 3 في ار، تمام؟ ده فوليوم ريندرنج وده انذر فوليوم ريندرنج، بس اسمه 3، تمام؟ فين الليفت مين هنا حضرتك؟ سهلة جدا اهي، هنا في ارتري وهنا في ارتري. الارتري ده اللات اللي رايح ناحية الايبكس، وده السيركمفليكس. فين الليفت مين؟ ملاحظ ان مفيش ليفت مين، فكده بكتب ان اللات والسيركمفليكس ارايزنج فروم سيبريت اوريجن، يبقى دي اول كيس تقابلني في الكونجينيتال ان تو اوريجن ارايزنج فروم ليفت كورونال ادي كورونال ساينس اللي هو بلجنج اللي تحت ده، تمام؟ نفس الكلام انا بجيب القسطره برضو، ادي ما فيش ليفت مين اهو، نو ايفيدنس اوف ليفت مين، ادي هنا اللاد على الايبكس وادي السيركمفليكس. فاعتقد ان السي تي في 5 دقائق هيديني جود انفورميشن على الكونجنتال انومالي في 5 دقائق بالظبط، ان انا بدخل العيان بدل ما اعرضه لا ده وزاوت انفيزيف نون انفيزيف تكنيك، واقدر اطلع داتا، واقدر لو في اي ليجن هنا عاوز يركب ستنت يبقى هو داخل وعارف ان مفيش ليفت مين، وعارف ان في دبل اوريجن، يبقى واخد باله هو ايه بيشتغل، بدل ما يقعد يدور على السيركمفليكس فين اللات فين، لا الامور ايه وهتبقى واضحه واسهل له بكتير. فاعتقد هنا اهو واضحه، ادي كورونري ساينس اهو، ادي الليفت كورونري ساينس ونو ايفيدنس اوف ليفت مين، وادي هنا اللات. احنا قلنا اللات دايما بيجي بينتهي عند الايه سيجمنت 17 اللي هي الايبكس اهو، ويبقى انتيريور ليفت انتيرور ديسيندنج، واتفقنا ان السيركمفليكس بيجي ناحيه الليفت، بيجي ناحيه الليفت ويجي ممكن هنا دوميننت، لو تلاحظ ان السيركمفليكس دوميننت لما غزي الايبكس من البوستيريور يبقى ده السيركمفليكس دوميننت. قدرت اطلع ان هنا في سيبريت اوريجين واضحه جدا ومش مستاهله، وادي الار اس اي جاي من ورا اهو نون دوميننت صغير خالص شورت كورس اهو، واتنيويتد كاليبر ومفيش بي دي اي ولا بي ال بي، البي دي اي والبي ال بي جايين من السيركمفليكس، قلنا دي تقريبا 15% او 15% من الكيسز. فاعتقد يعني هتبقى السي تي في 10 دقائق قدامي انفورميشن، يعني افضل ما ادخله للاي سي يو او سي سي يو واحضره بالليل، وفي الاخر اقول له ده انت عندك سيبريت اوريجن، وفي الاخر اقول له انت نورمال، تمام؟ طيب احنا اتفقنا ان عندنا ايه، ادي سكند كيس ده ايه؟ ده الرايت كورونري ساينس، ما الاورتيك فالف اهو الكمشر بتاعته باينه اهي، ودي الليفت كروني ساينس، وادي الايه النون كورونري ساينس او
هل فروم رايت كوروني ساينس ولا نان كوروني ساينس؟ لا، الار سي اي ارايزنج فروم نان كوروني ساينس. طيب انا كنت في الحاله دي عاملها ايام الكويت، ففي دكتور كان قاعد معانا في المحاضره فبيقول لي الله، طب ايه يعني ما طلعش من هنا طلع من هنا، ايه المشكله يعني، حاجه سهله يعني. فتصادف الزمن عدى كده، فوالده تعب جاله شيست بين، فراح طلع عمل كاث، ففي الكاث كتبوا ابسنس اوف ار سي اي. فطبعا الراجل قلق اكتر، فراح نزل عمل سي تي بعديها، اكتشفنا ان الار سي اي نوت ارايزنج فروم رايت كورونري ساينس، وما انشافش بالقسطره، وارايزنج فين؟ في النان كورونري ساينس، وكان واضح جدا. واضح هنا الليفت مين اهو، ارايزنج في مين؟ في النان كورونري ساينس برضه. يبقى بادئ الار سي اي برضه الكونكشن انستيبل، مش عارف ليه الار سي اي اهو، ادي الار سي اي ارايزنج فروم رايت كورونري ساينس، وادي الليفت كورونري، المفروض الليفت مين ارايزنج من الجزء ده، تمام. انما الليفت مين واضح جدا ان هو جاي بستيريو شويه في الانترميديت كورونري ساينس، وده ابنورمال اناتومي. حاجه ادي اتفقنا، ادي الكورونري ساينس وادي الكورونري ساينس ده الرايت، وادي الليفت، المفروض الار اس اي رايزنج تمام اهو، طالع تمام مظبوط مظبوط. وادي الليفت مين طالع فوق عند الاس سي تي جي، اتفقنا الايه، ساينو تيوبولار جانكشن. ادي الاسندنج والساينو تيوبولار جانكشن، الخط ده كده بين الساينس والاسندنج، ادي الخط اهو، وادي اسمها هايتيكوف. يبقى الليفت مين هايتيكوف، برضه هو بينزل بالقسطره بالواير ويروح جاي نازل حائن هنا، مش هيقدر يشوف الاوبننج. فانا لما اقول له ان في ان اوبننج بتاع الليفت مين هاي عن الاس تي جي، هياخد باله ويبدا يحقن في الايه، في الاول الجزء ده، تمام. برضه ادي اجزل باينه في الاجزل اهي، ادي جزء من الاسنين بس ده عالي شويه اهي، وادي الار سي اي هنا طالع من الاس تي جي، اباف الاس تي جي شويه، وادي الجزء من طالع، المفروض ينزل على الروت، ينزل يطلع من هنا، ادي الروت اهي، المفروض يطلع من هنا، لا هو طالع فوق الروت. دي مهمه جدا جدا في القسطره. طيب وانا شغال، ادي ده المنظر ده سميناه ايه؟ ده الفي ار فوليوم ريندرنج، تمام؟ احسن حاجه في الكونجينتال انوماليز الفي ار والتري في ار، الفي ار والتري في ار في الكونجينتال بالذات، بقدر اعمل ايفالويشن للاوستيوم والكونجينتال عن طريق الايه؟ عن طريق الفي ار. انا شايف اللاد اهو، تمام؟ عرفته منين؟ ماشي على الايبكس اهو، تمام؟ وادي الدياجونال، وادي السبتال زي ما اتفقنا، وادي الار سي اي جاي من ورا ومغذي السبلاي للسيجن 17 من البوستيريور اهو، من الباك اهو، من البوستيريور، بوستر انفيرور اهو، فتلاقي الار سي اي دوميننت. ادي السيركمفليكس، فين السيركمفليكس؟ المفروض اللاد هنا جاي في ليفت مين، ليفت مين سبلاي ديفايدد تو لاد وسيركمفليكس. ادي الجروف اللي بيمشي فيه سيركمفليكس اهو، مش موجود السيركمفليكس، فكده ابسنس اوف سيركمفليكس. عادي يعني لما اشوفش ما تخضش، انا مش شايف مكانه. طيب احنا في نقطتين في الاول انا معلش ما ذكرتهمش في الكونجنتال انومالي. الكونجنتال انومالي اول حاجه بنتكلم على الاوريجن او الاوسيوم، طالع ارايز مين، هل هو طالع من مكانه ولا طالع من مكان تاني، ده اول حاجه. تاني حاجه الكورس بتاعه، هو الكورس بتاعه ماشي تمام ولا في بريدجنج، في مشاكل في الكورس. يبقى بنعتمد على حاجتين، الاوريجن والكورس، تمام. فانا لما ما اشوفش السيركمفليكس اهو ما اتخضش، عادي خالص، ممكن ما اشوفش سيركمفليكس، ممكن ما اشوفش ار سي اي. طبعا اللاد لو ما شفتوش دي مشكله كبيره طبعا، يعني احنا اتفقنا اللاد هو الاساس. الحاله دي برضو انا كنت عاملها في الكويت، كانت حاجه جميله وابروفد بالكاف. ادي الليفت مين اهو، لونج ليفت مين، شوف حضرتك لونج، في اكسنتريك كالسيفيكيشن برضه ريبورتنج، انا بكتب ريبورت، تمام. لونج ليفت مين، ادي ليفت كروني ساينس اهو، وادي الليفت مين اهو، وعلى طول راح مديني هنا ايه الدياجونال، تمام. ادي الدياجونال دي 1 اهو، تمام، وكمل على طول كده لاد، والدياجونال طالع منه فيسلز او ارتري اهو، وماشي باكورد داخل فين، ادي اتريوم وفنتريكل، في الليفت اتريو فنتريكولار جروف. طالما دخل، احنا بنسمي الارتري بالمكان بالسايت اوف ذا اناتومي،
يعني الجروف ده ماشي فيه سيركمفليكس، يبقى اللي اي ارتري ما انا من غير ما اشوفه ده السيركمفليكس على طول. يبقى اذا السيركمفليكس ارايزنج فروم مين؟ دياجونال 1، ادي الدي هاي دياجونال 1، وادي السيركمفليكس. كانت حاله حلوه صراحه وابروفنج، يعني حاله ابروفنج بالكاس، بس الكاس مش معايا دلوقتي. اهو رجع ورا ودخل في الجروف بتاعه، طالما دخل هنا يبقى ده على طول السيركمفليكس. وكمان من ضمن الحاجات الحلوه اللي فيها انه مدي النودال برانش، المفروض احنا اتفقنا النودال برانش ده بيغذي الاس اي نود، ده ارايزنج فروم ايه؟ فروم بروكسيمال سيجمنت اوف ايه؟ ار سي اي، طالع من السيركمفليكس اهو. اهو ادي النودال ماشي كده. اهو ادي النودال برانش. تمام؟ ادي واضحه خالص، ادي الليفت كرونيال ساينس. ناخدها بالاناتومي، احنا ماشيين اناتومي، طالما مشينا اناتومي تبقى سهله بالنسبه لنا نشوف اي كونجنتال انوماليز. ادي الليفت كرونيال ساينس، وادي اللونج ليفت مين، وادي اداني ده اللاد ماشي على طول بس مش جاي معايا في النقط بتاعتي في الام بي ار، وانا بعمل ام بي ار مشيت على ايه؟ على السيركل، ما مشيتش على اللاد، ورحت داخل على الدياجونال اهو دي 1، وفي ارتر اهو طالع واضح خالص اهو ماشي لغايه فين؟ الانتر اترو فنتريكولار سيبتم اهو، ومطلع النودال برانش كمان. دي 3 في ار بتاعتها كانت جميله جدا. ادي اللونج ليفت مين، وادي اللاد بدا يظهر مع الدياجونال، وده دياجونال ده سيبتا اسف، وده الدياجونال هنا اهو، ده برانش دياجونال كمان اهو، وادي السيركمفليكس رجع لورا اهو دخل في الجروف اهو مكمل سيركمفليكس اهو، وادي النودال برانش راجعه ورا راح تغذي الاس اي نود. صوت واضح كده؟ تمام الصوت واضح كده؟ تمام يا فندم؟ ماشي الامور يعني تمام؟ طيب في حاجه ثانيه برضو واحنا شغالين، دي الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها، ودي شفناها فعلا الحاله دي في معهد القلب. ادي الاورطه تمام؟ وادي البلمونري، المفروض الكوروناري ارايزنج فروم ليفت كورونال ساينس من هنا، شايفين الكورونا حضرتك طالع منين؟ من البلمونري. تمام، دي اسمها الالقابه سندروم، الالقابه، ودي في صراحه يعني دينجرس، لان طبعا الليفت من كله ارايزنج من البلمونري. طب ليه هي مشكله كبيره؟ دي لان هي البلمونري نان اوكسجينيتد بلاد. تمام، فدي ايه السبب؟ فممكن تؤدي الى الديث في الايرلي في اللايف. تمام، اهي ادي الاورطه اهو واضح جدا، وادي الار سي اي ارايزنج فروم اورطه، اكتاتيك شويه ار سي اي اهو، اكتاتيك لان مفيش حاجه، مفيش ليفت مين، فلازم الار سي اي يبقى اكتيزيا كومنساتوري للايه؟ للسيركيوليشن. ادي الار سي اي اكتاتيك ار سي اي ومفيش ليفت مين، الليفت مين حضرتك شايفينه اهو، ادي البلمونري ارايزنج فروم ايه؟ فروم بلمونري نان اوكسجين بلاد. تمام، ادي برضو الالقابه، ادي اكزيا، كل ده ام بي ار، ادي الاكزيال، ادي الاورطه، ادي الكورونري اهو، وماشي في السبتم على الايه؟ انترفنتريكال سبتم، ماشي عليه اهو، اهو ادي البلمونري، ادي الفي ار اهو، اهو اهو، دي ذا موست دينجرس. طيب ادي الاورطه تمام، وادي البلمونري، انما الار سي اي المره دي هو الارايزنج فروم بلمونري، ده الار سي اي، ودي اقل حده، والعين بيكمل على كده فتره طويله لغايه لما بيكتشفوه ويعمل سيتي كرونر او يعمل قسطره ويحصل كوركشن باوبريشن. يعني الالقابه موست او سيفير دينجرس عن الارقام. طيب هنا ادي الاورطه وادي البلمونري. تمام، لاحظوا ان في تو لاد، ادي لاد اهو ارايزنج فروم اورطه، وادي لاد كمان ماشي نفس الكلام ارايزنج فروم ايه؟ فروم بلمونري. احنا هنتكلم دلوقتي على الكونجنتال انومالي في حته مهمه جدا. الارتري ادي الليفت مين، المفروض الليفت مين ارايزنج فروم مين؟ الليفت كورونري ساينس اللي هو الجزء ده، ادي الليفت كورونري ساينس، وادي الرايت كورونري ساينس، وادي النان كورونري ساينس. تمام، ادي البلمونري. تمام، هنا الليفت مين طالع منين؟ طالع من الرايت كورونري ساينس. تمام، وماشي انتر ارتيريال، ماشي مضغوط باصوي بتاعه، مضغوط ما بين البلمونري وما بين الاورطه، ده بيسموه انتر ارتريال كورس، وده ذا موست مالجنان كورس. ها
هنشوفه في بعض الصور يبقى مالجنت ليه ومالجنت ازاي. يبقى اذا المالجنت كورس في اللي هو مالجنت يعني كورس مضغوط مفعوص ما بين الاورطه والبالمونر زي ما احنا هنشوف. تمام. طيب السبتال كورس نفس النظام برضو بيعدي وبيدخل على السبتم على الانترفيترال سبتم وبيحصل كومبريشن عليه جامد. ده برضو تاني حاجه في المالجنت كورس. البناين كورس اكتر حاجه اللي هو الايه البري بالمونري، ادي البالمونري وادي الاورطه وادي الليفت مين ارايزنج فروم رايت كورونري بس معدي قدام البالمونري، فاذا ما فيش ضغط ماشي سليم، ما فيش اي ضغط. الضغط بيجي ما بين السبتال والانتر ارتيريا زي ما احنا شايفين. الريترو اورتيك كورس برضو ده بناين كورس، والانتيريور كورس بناين كورس، ده غالبا بنشوفه برضو معانا حالات كتير. نفس الكلام عشان ما نعيدش الكلام اهو، واضح جدا اورطة وبالمونري وادي الارتر اهو مفعوص ماشي بين الاثنين مضغوط هنا، وهنا اللي هو بري بالمونري اهو مفيش اي حاجه، مفيش ضغط مفيش اي حاجه، وادي الريترو اورطة برضو مفيش ضغط مفيش اي حاجه، وادي الانترسبتال واضح ان هو برضو مزنوق بين الاثنين. ادي اكزل اهو، واحنا من الاكزل شايفين ادي الليفت مين اهو واللاد ليفت مين ميدي لاد اهو ماشي قدام ايه؟ قدام البالمونري. تمام كده؟ يبقى ده بري بالمونري. تمام؟ هل في كومبريشن؟ هل في ضغط؟ هل في سكويزنج؟ مفيش اي حاجه خالص، فده بنسميه البناين كورس. ادي اهو نفس المنظر هو هو بري بالمونري، بري بالمونيك كورس اوف ليفت مين، ادي الليفت مين اهو والاثنين ترانك واحد ميد الليفت مين وميد الار سي اي، يعني ترانك طالع من الايه؟ من الرايت، ادي الرايت كوروني ساينس وفي كالسيفيكيشن. فالترانك شورت ترانك اهي، وشوف الرفيع الصغير ده ايه؟ هو واضح جدا ده النودل برانش ارايزنج فروم ايه؟ بروكسيمال بارت اوف ار سي اي. ادي شورت ترانك اهو راح مدي الار سي اي، عرفت ده ار سي اي ليه؟ اللي ماشي في الجروف بتاعه، احنا قلنا الاسم النيم بتاع الارتري بالنورمال اناتومي في الهارت ماشي في الرايت جروف، يبقى ده ايه؟ ار سي اي. تمام؟ وراح عدل من الكورس الليفت مين اهو 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 منقسم اهو لاد والسيركمفليكس ده هيرجع لورا ويدخل في الجروف ده، فدي اسمها بري بالمونري كورس. اهم حاجه عاوز اشوفكم تشوفوا بس هنا ما فيش كومبريشن او سكويزنج للارتري، دي بيسموها البناين كورس، ودي اكتر حاجه في البري يعني بالمونري بناين بي بي بالمونري يعني بناين اهو. ده السبتال شايفين حضرتك، ادي برده شورت ترانك ميد الار سي اي، قلت الار سي اي ليه؟ لانه ماشي في الجروف، وادي اهو ماشي اهو دخل على الانترفنتريكال سيبتم وسكويزنج في الجزء ده. تمام. دي نافيجيشن للصوره، دي مش قسطره ولا رنين، ده انا بعمل نافيجيشن عندي على الورك ستيشن بيبين الارتر اهو واضح جدا اهو ماشي كويس ومضغوط اهو، وادي الار سي اي ماشي في النورمال اناتومي بتاعه اهو اهي. انا من غير ما اتكلم بقى مش هنقرا الكلام الكتير، احنا بنكتب ريبورتنج في الاكسل، شوف باين في الاكسل ازاي، احنا اتفقنا ايه ده؟ الاسترنم وادي الفرتبرا، اللي ورا الاسترنم على طول في الاكسل يبقى ايه؟ من غير ما اقول ادي الار سي اي، الار سي اي شفت الفالف؟ ادي الفالف كوميشن اوف ذا فالف واضحه اهي، ادي الرايت كورونري ارتري، هل الار سي اي ارايزنج فروم رايت كورونري، اسف رايت كورونري ساينس، هل الار سي اي ارايزنج فروم رايت كورونري ساينس؟ لا، ده طالع منين؟ شايفين طالع منين الاورجن بتاعه؟ طالع من ليفت كورونري ساينس اهو. تمام؟ وادي الليفت مين؟ اهو اتفقنا ادي الايه؟ ده الفنتركل في زاويه كده وزاويه كده، لو هنا الارت انقسم في عند الزاويه الاولانيه يبقى شورت كورس ايرلي بايفوركيت، لو انقسم هنا في النص يبقى ده النورمال كورس، لو طول وانقسم هنا في الانجل الثانيه دي يبقى ده لونج كورس، يبقى ده شورت كورس ايرلي بايفوركيت، مدي اللاد ومدي السيركمفليكس، شايفين مضغوط ازاي؟ مفعوص، ده بيعمل سيفير شيست بي، سيفير شيست بي. خصوصا لما يكون رياضي او في تاكيكارديا بتزود الهارت ريت فتزيد الكومبريشن عليه بسبب ما فيش اثيروسكلروزيس يبقى نورمال، ما فيش ستينوزيس نتيجه بلاكس، لا ده كومبريشن انفعص اهو وعامل نفس المشكله دي. تمام؟ شوف جبناه من الاجزل واضح جدا. تمام؟ دي حاله كان طبيب هندي برضو عملته في الشيست هوسبيتال برضو وانا في الكويت. الحاله دي كانت كونجنت، ادي الرايت كورونري ساينس وادي الليفت كورونري ساينس زي ما حضرتك شورت ترانك اهو، وانا ده مشي في الرايت انتر فنتريكال جروف اهو ماشي اهو، بس هل هو مضغوط؟ لا، فمش كل انتر ارتريال يبقى مالجنت، بس هو الغالب طبعا انتر ارتريال مالجنت الغالب.
طبعا عشان اشوف كده لازم احمل فيس 30 زي ما اتفقنا في التكنيك، هنتكلم في الكلام ده، فيس 30 و40 و50 يبقى معايا عشان اعمل السيني موفمنت واشوف السكويزنج سيسترو دايستول سيسترو دايستول. بس هو مد اهو شايفين، يعني شوف حلوه خالص، شايفين ادي الار سي اي واضح اكتاتيك شويه، ويدي الكونس اهو، ادي الكونس اهو، والنودال برانش ظريف وجميل وواضح جدا ماشي الاس اي نود اهو تمام، وادي الاركوت مارجيناليز اهو، وادي الار سي اي جميل جدا مدي 2 بي دي اي، ادي بي دي اي واحد اهو وده اهو، ومدي 2 بي ال بي تمام. وادي اللونج، شايفين لونج ليفت مين، وجاي هنا ترايفوركيت، ترايفوركيت هنا مدي على الايبكس، ادي اللاد ده 3 في ار طبعا، وادي السيركمفلكس المجنح شمال، وادي اللي في النص ده ريمس انترميديوس. والظريف انه كان جاي بيشتكي من شيست بين وكده، بس بسم الله ما شاء الله، يعني شيست بين ايه ده يعني عنده بسم الله ما شاء الله كتير اهو، يعني ادي ريمس وادي 2 بي دي اي وادي 2 بي ال بي، يعني الامور عنده كانت كويسه جدا الحمد لله تمام. ده الريترو اورتك اللي احنا بنتكلم فيه، ادي الرايت كروني ساينس، وادي الار سي اي طالع اهو تمام، وادي السيركمفليكس اهو ماشي الريترو اورتك، وادي الاورت اهو ده ماشي ريترو اورتك، مفيش كومبريشن ماشي ماشي. انا قلت عليه سيركمفليكس ليه؟ لانه ماشي ورا الاورطه ودخل في الايه؟ في الليفت انتر فنتريكال جروف، فانا بسميه بالنورمال اناتومي بالنورمال بوزيشن، فعرفت ان ده السيركمفليكس تمام. ادي الكاس طبعا الار سي اي اهو باين فيه، وادي الليفت مين طالع منين؟ من الاوريجن بتاع الار سي اي، ادي الار سي اي هنا، وادي الليفت مين ارايزنج من الاوريجن. طبعا لما انا طبعا دكتور الكارديولوجي لما انا بدي له معلومه زي كده هيثق فيها في الريبورتنج بتاعي طبعا. وتاني حاجه انا يعني بقول له خلي بالك ده انذار ان في كذا كذا، طبعا لما تطلع نورمال الحاله خلاص، انما لما فيها ليجن ومحتاجه ستنت لازم ادي له انذار خلي بالك ان الليفت مين ارايزنج فروم ار اس اي، عشان ما يتعبش في التدوير عليه في الليفت كروني ساينس. برضو ادي كل حاله يقابلها حاله الكاس بتاعتها، ادي ريترو اورتك هنا، تلاحظوا ان السيركمفليكس ده ليفت اتريوم وده رايت اتريوم اهو، ريترو اورتك اهو ماشي ورا الاورت اهو اهو اهو، وراح دخل في الليفت اتريو فنتريكولار جروف، ادي السيركمفليكس اهو، ادي بنان كورس وارايزنج فروم ايه؟ الار سي اي. هنا ارايزنج فروم منين؟ في سيبريت اوريجن فروم رايت كورونري ساينس، ادي اوريجن بتاع الار سي اي، وادي اوريجن بتاع السيركمفليكس ريترو اورتك هنا، وادي نفس الكلام في الايه في الاسطرة اهو، ادي الار سي اي اهو، ادي الار سي اي، ادي البي دي اي، وادي البي ال بي، وادي الار وادي السيركمفليكس ماشي ماشي ماشي، ومدي الاو ام بتاعته. ده طالع منين؟ ده طالع من هنا، طالع من الكومن اوريجن، وده طالع من سيبريت اوريجن، ادي الار سي اي طالع من اوريجن اهو، وادي السيركمفليكس طالع من اوريجن ثانيه اهي. دي نفس الكلام بس بنذكر بيه ان المالجنت كورس والبناين كورس، فلازم هو في بعض البيبر دلوقتي نفت حاجه اسمها مالجنت، بس الواقع العملي صراحه والبيبرز برضو اجنست ليها لا، بتاكد ان في مالجنت كورس لازم ناخد منه، وفي بناين كورس ولازم ناخد بالنا منه، هتفرق تمام. يبقى اهم حاجه في المالجنت الانتر ارتيريال كورس تمام، واضحه جدا ادي التري في ار، وادي الاكزيال تمام، وادي الاكزل برضو موضح كل الكلام احنا قلنا قبل كده، ادي مالجنت اهي. طيب ده ام بي ار، ده اسمه ليومينال ام بي ار، انا عندي الاستيشن بتاعتي اللي موجوده في اسم الاشعه في بنها 4.7 فيها كل الامكانيات، فده اسمه ليومينال، افرد واشوف واعمل اللي انا عايزه واخد راحتي خالص في الشغل عشان اطلع الداتا واطلع الريبورت بتاعي، يبقى يكون ريبورت كامل في كل حاجه. فانا اول حاجه في الريبورتنج هنا بتاعي اكتب ايه؟ ادي الار سي اي، ده اسمه اليومينال فيز، الار سي اي اليومينال ام بي ار، ادي الار سي اي ارايزنج فروم ايه؟ فروم ليفت كورونري ساينس، هل هو طالع من ليفت مين؟ لا، في مسافه بينهم اهو، ادي اوريجن بتاع الليفت مين وادي اوريجن بتاع الار سي اي تمام. هل هو بناين كورس ولا مالجنال كورس؟ كده مالجنال كورس مضغوط مفعوص. ادي الفي ار بتاعتي ااكد عليها، دي الفي ار باينه جميله جدا اهو، دي سفير ستينوزس اه، شوف عامله ازاي، ما الكالسيوم سكور هيطلع زيرو، يعني كالسيوم سكور زيرو، الفيزر اللي بيكرر اللي فات نورمال، كل حاجه تلاقي الكاردك انزيم نورمال كله نورمال، بس شوف اهي دي جزء اهي، الضغطه دي
هي اللي عامله الاي سي جي تشينجز واللي عامله سيفير شيست بي المنظر ده. تمام، دي ما نستهونش بيها. ادي لون تاني من عندي، الالوان كتيره انا بشتغل واغير اللون ده، يمكن اللون ده مريحني اكتر واضحه خالص اهي. تاني حاجه بقى، وانا شغال في الكورونري، احنا خلصنا كده الاوريجن وخلصنا الكورس، لسه البريدجنج هنتكلم فيه برضو، هنتكلم على الفيسلا. الفيسلا دي مهمه جدا في الشغل بتاعي. طيب انا عشان اكتب فيسلا، يعني معنى ايه فيسلا؟ الاقي الارتيريال سيستم ومع الفينوس سيستم مالين هما الاثنين في نفس الايه، في نفس الوقت. طيب يبقى لازم اتاكد وانا شغال، انا من غير ما اتكلم، ادي في فيسلا اهي بتوين الار سي اي وبتوين الار في، دايليتد ار سي اي اهو، وفي اندنج للفيسلا اهي، وداخل في الايه، في الار في. تمام، برضه المنظر اهو، السبتال برانشز اهي كلها داخله في الار في، ادي السبتال برانشز اهي داخله في الار في ومعبيه كلها. بس انا بقى هقول حاجه هنا مهمه جدا لزمايلنا في الاشعه، وانت حضرتك شغال تبقى قاعد جنب الفني، طبعا مش هتسيب الفني، تبقى قاعد جنبه عشان التايم. انا ما اجيش في الليت، طبعا هنا في دايليتيشن، بس في الايرلي فيسلا ما بيكونش في دايليتيشن، فساعات ممكن تعدي مني، ما اجيش احقن الحقنه بتاعتي ليت بعد مثلا 40 ثانيه او 50 ثانيه، واجي اقول لا ده الفينوس سيستم مع الارتيريال سيستم هما الاثنين معبيين، فهنا في فيسلا. لا، لازم اظبط التايم بتاعي، التايم بتاعي ان انا وانا شغال في الايرلي ارتيريال، لو لقيت في الايرلي ارتيريال بتاعي ان الفينوس عبى، لازم ادور على الفيسلا، لازم. تمام، انما لو انا اتاخرت في التكنيك يبقى انا دعيت تكنيك، لا اما اعيد الفحص لو انا شكيت وابدا اشتغل على الايرل ارتيريال، او اعمل قسطره واحول القسطره. تمام، فيبقى لازم انا لما اجي ادور على الفيستولا لازم اظبط التايمنج بتاعي. طبعا دكتور صباح ودكتور احمد شافوا معنا حالات على الجهاز وعرفوا يعني ايه التايم بتاعي بتظبط ازاي. تمام، فلازم اظبط التكنيك، مهم جدا في حياه الفيستولا. دي انواع ثانيه من الفيستولا، كورونري فيستولا اهي، اللات تو ار في ويز انيوريزمال دايليتيشن اهي، ادي السات اوف ذا فيسولا اهي، وشوف الدايليتيشن، ادي اللات، شوف عامل ازاي ماركت دايليتد. الحاله دي برضو انا عملتها، كان الدكتور ابراهيم الرشدان كان رئيس قسم الكارديولوجي في مستشفى الصباح، طلع عمل قسطره فلقى تراك اهو، واضح جدا التراك اهو، دي القسطره على فكره، دي صوره من القسطره، ولاحظوا هنا انا مش هتكلم، انا بتكلم اهو، شوف احنا اللي هنتكلم، ده جاي على اليمين ماشي على اليمين ومقسوم بي دي اي وبي ال بي اهو، يبقى ده ايه؟ ده ار سي اي. طب الار سي اي اهو في تراك بينه وماشي اهو، رايح فين ده؟ صراحه نزلها تعمل في نفس الوقت، عملنا لها سي تي، فطلع ان في كونكشن في الرايت بالمونري مع الكونس برانش اهو، بس انا للاسف انا قالب الصوره معلش وما عرفتش اغيرها بعد كده، حاجه اتمسحت، ادي الكونكشن اهو، وادي التراك اللي كان باين، وعامله باوش كمان مفسر وعامله باوش معاها، واضحه جدا في 3 في ار اهو، ادي الباوش واضحه جدا، وادي الكونكشن ما بين البلمونري اهو 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 اهو، والايه؟ والكونس. دي كانت حاله حلوه صراحه، والقسطره معايا يعني، دي قسطره ودي سي تي كورنر القسطره الاولانيه. وانا شغال برضو، ادي الليفت مين اهو مش لاقيه، وادي في اكتيزيا اهي، بس انا ملاحظ هنا الاكتيزيا ده ديفيوز اكتيزيا، ده ديفيوز اكتيزيا، عشان اوريكم بس حاجه ثانيه، لما الاقي في فوكال اكتيزيا لوحديها ما تخضش وما طنشهاش، لازم اكتبها ان في فوكال اكتيزيا. يبقى انا عندي نوعين من الاكتيزيا، في ديفيوز وفي ايه؟ في فوكال. هنيجي بقى في الكورس المهم، الحاجة المهمة جدا زي ما اتفقنا البريدجنج، وقلنا البريدجنج دي حاجة يعني حاجة لازم نهتم بيها، ممكن يكون عيان عنده 20 سنة 25 سنة يانج ايج 25 مثلا او اباف 25 بمسافة بسيطة، والاقيه عنده اي سي جي تشينجز، ولما يجي يلعب كورة يروح الجيم بيتعب جامد وشيست بين جامد وكل الانزيمات كويسة وكله نورمال، اجي اعمل له سي تي كورونري الاقي صراحة هذا البريدجنج، واتفقنا البريدجنج اكتر من 2 مللي، في 2 مللي اللي هو السوبرفيشال بريدجنج وده عادي، في اكتر من 2 مللي اللي هو الديب بريدجنج، وده اللي هو بيحصل فيه سكويزنج اهو، وفي اتنويتد اهو زي ما احنا شايفين، شايفين الفي ار
ادي اللاد ماشي 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 اهو، ادي الدياجون برانشنج دياجون اهو، وادي السيركمفليكس اهو، شايفين اللاد الحته دي شايفينها؟ لا دي مش متشافه، تمام؟ لوسد تماما، دي سيجنيفيكانت، دي نتيجه مايوكارد كان تقريبا حوالي 12 مللي، فالحته دي مقفوله سكويزد، مقفوله تماما، دي سيفير، دي فيتال، يعني دي مشكله كبيره صراحه. انا في اخر مره في محل القلب كان بيتناقشوا فيها، فبيقولوا في فيكسبايل او استنت، انا صراحه ما فهمتهاش، كنت لسه هكلم دكتور محمد اسامه فيها، بس انا قلت استنى بس لما يخلص، بس ما قبلتوش. فساعات بقى انا لسه سامع طبعا، لو في حد كارديولوجي استاذ كبير معانا ربنا يديله الصحه يشرح لنا برضو الفلكسبايل ستنت، لان انا عارف ان دي بيعملوها كابج او تانل اوبريشن، بس قالوا في ستنت دلوقتي بتدخل في الديب بريدجنج، بس انا صراحه مش قادر اديت عليها. تمام، ادي المايوكارديال بريدجنج ده اكتر، ادي هنا في سوبرفيشال وهنا في ديب بريدجنج، في الاثنين سوبرفيشال ودي نفس الكلام. احنا هنقيس من اول هنا لهنا، هل هي 2 مللي ولا اكتر من 2 مللي؟ تمام، لو اكتر من 2 مللي يبقى ايه؟ ديب. احنا دي معظم الكونجنت انوميا، معلش في سريع كده المحاضره صغيره، بس ده معظم الكونجنت انوميا اللي هيقابلنا في الكورونري، تقريبا كده غطيناه. تمام، اهم حاجه احنا قلنا عليها ايه؟ قلنا عليها الاوريجن وقلنا عليها الكورس، فادي كويز اهي، فاللي يحب منكم يتفضل يقول على الكويز هنا، ادي كويز اهي، ادي اول كويز، وادي تاني كويز، ادي الكويز اهي التانية، تمام، وادي تالت كويز، وادي رابع كويز، اللي يحب يحلها ويبعتها لي، ادي الرابعة، وادي التالتة كويز اهي، وادي التانية، وادي الأولى، تمام، دي كده خلاص. وانا اسف كنت طولت عليكم وتعبتكم، وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله، وفي طب بنها التقدم ان شاء الله في السي تي كورونري. وانا بس عايز اوجه حاجه صغيره، احنا عندنا جهازنا اللي موجود في الاحرار نفس الجهاز اللي في بنها، الجهاز اللي جي اي 128. يا جماعه لما الهارت ريت يطلع فوق ال 70 ما تتخضوش، انت عندك بريست بلس 1 وبريست بلس 2 والسيجمنت، انت تحت ال 75 اشتغل سيجمنت، ما تلغيش الفحص، تلغي الفحص ليه؟ الدكتور